في عندنا ال x y z fixed. عندي z y x بويلر. هذه طبعا بيكون الاوردر تبعها around x by gamma, around y by beta, around z. وهدول هم الفيكست الريفرنسز يعني الاوريجينال باي الفا. هون الاوردر around z by الفا. هلا هون around هذه صارت كانها واي جديده داش. هذا هون فواي واي داش هي واي جديده اللي اختلفت. وبعدين عندي هون around x داش داش لانه هذا صار فريم جديد. x تحركت مرتين اللي هي نيو اكس داش. اذا هون عندي الفريم الريفرنس فريم فيكست. هذا الريفرنس فريم فريم موفينج. هلا احيانا بسموا هذا اكسترنزك وهذا احيانا بنسميه انترنزك. بس اني عكست الاوردر من هون. وطبعا نذكر انه هذه الاوبريشنز هون راح تكون ار زد مضروبه في ار واي مضروبه في ار اكس من هون، لانه زي ما حكينا هذا كولوم فيكتور وراح ينتج عندي كولوم فيكتور. هذا عباره عن بي وذ ريفرنس تو بي وراح يطلع معي بي وذ ريفرنس تو اي. فلانه هذا كولوم فيكتور وهي طبعا لازم تكون بالحاله هاي 3x3 3x3 3x3. فالدايمنشن الصحيحه زي ما باسل سال المره الماضيه عندي هذه هون 3x3 بضرب هاي وهاي وهاي، فبتكون هذه اول اوبريشن. هلا هذا كان ممكن يكون كان ممكن احنا نشتغل بسيستم ثاني يكون هذا ترانسبوز 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 ويكون عندي هذا رو فيكتور اسمه بي بي وعندي هون ار اكس. بس ار اكس هاي راح تكون ار اكس ترانسبوز لهاي، فبتكون اول اوبريشن على هذا الفيكتور هي الاكس بعدين الواي بعدين الزد. واللي راح يطلع معي راح يكون كمان رو فيكتور اللي هو بي اي. بصير بتصير تستعمل هذا السيستم بصير تستعمل هذا السيستم. بس واضح اذا بدي استخدم الكولوم فيكتور وهاي ات ميكس مور سنس. كاني عمالي بقول في عندي اوبريشن عم بعملها على فيكتور وكمان اوبريشن الثاني بعملها على فيكتور والاوبريشن الثالث بعملها على فيكتور. طبعا اذا هذا ثلاثه ثلاثه بواحد هذول لازم يكونوا ثلاثه بثلاثه ثلاثه بثلاثه ثلاثه بثلاثه. هذا الاختلاف الاساسي. في فاريشنز هائله طبعا غير هذول. بالاويلر ممكن اعمل زد واي اكس وممكن طبعا اعمل هون في عندي 6 كومبينيشنز مختلفه مش هيك؟ ايش ال 6 كومبينيشنز المختلفه؟ اللي هي زد واي اكس. ممكن ابدا بزد واعمل زد واي اكس او زد اكس واي. ممكن ابدا بواي واعمل واي زد اكس او واي اكس زد. ممكن ابدا بزد واعمل زد اكس واي وزد. هذول قديش بيطلعوا؟ 6 اللي هي 3 فاكتوريال. بس كمان انا ممكن اعمل ترتيبات ثانيه، في ترتيبات ثانيه مختلفه ممكن اعملها. ممكن اقرر اعمل زد واي زد الى اخره، لانه هون بالاويلر انا ممكن ارد اعمل على زد، بس هذا زد مختلف عن هذا زد، ليش؟ ليش الزد هذا مختلف عن هذا زد؟ لانه يتحرك بمقدار واي. الحاله الوحيده هذا الزد بكون نفس هذا الزد لما تكون هذه واي. في كمان راح تشوفوا في حتى في الكتاب محطوط مثلا الزد واي زد اويلر. بقدر اطلع الثلاث زوايا، والثلاث زوايا هذول طبعا راح يكونوا مختلفين في الحالات المختلفه الموجوده هون. هذه بتصير تعقيدات كثيره، خلينا نركز نفهم هاي ونفهم هاي. الفكره الاساسيه انه انا اذا عملت الترتيب اكس واي وزد، اذا عملت الروتيشن حوالين الفيكست فريمز باكس واي زد، كل اللي بعمله هون بالاويلر بتكون هي زد واي اكس نفس الزوايا المختلفه. نعم تفضل دكتور، شو الاكسترنسك؟